اللي احنا دايما احنا من اول حلقه ماسكين كل اللي شغالين في قناه الزمالك عشان تشوفوا المواقف ازاي بتتغير وازاي الناس دي وصلت للمرحله دي. احنا مش بنقول يعني احنا بنقول لهم انتوا ليه وصلتوا للمرحله دي، احنا مش عايزين نوصف المرحله اللي انتوا فيها، لكن كنتوا فين وبقيتوا فين. لكن لسه الجراف فيها فارس في، بس ارجع لنظريه ايناسيو هتعرف الاجابه موجوده ليه ده بقى ده. نشوف الفيديو اللي بعد كده. بس عايزين ننبه بس المشاهدين حاجه، في كميه تيت كتير احنا حاطينها. طبيعي طبيعي، لان زي ما قلنا برضو على لسان انا مش عارف، احنا بندافع عشان الناس ما تتعرضش للمشكله. ايهاب الفولي احنا بندافع وبنبرر احنا حاطين كذا عشان الاساءات، وهو نفسه صاحب الاساءات ما بقاش عنده مشكله دلوقتي يسمع اساءات غيره ويتحمل هذا النوع من الهجوم، وبالعكس بل يبرره للشخص اللي بيهاجم. نطلع ونسمع اول فيديو في استاذ ايهاب الفولي كان رايه ايه. نائب رئيس رابطه نقاد الرياضيين ايهاب الفولي، ازيك يا استاذ ايهاب؟ اهلا بيك يا كابتن خالد. انا بس بحب يعني استغل وجودي مع حضرتك في برنامجك ده، وبحيي الجريء الزميل محمد الشرقاوي على رده اليوم على مرتضى منصور، رده الكلمه بالكلمه، وهو ده احنا اللي احنا طالبنا بيه كل النقاد الرياضيين اعضاء رابطه النقاد، ان لازم الرد يبقى من نفس جنس العمل. ما ينفعش النهارده تطلع يبقى من نفس جنس العمل، ما ينفعش النهارده تطلع تشتمني تقول لي امك وابوك، لازم اقول لك امك وابوك واللي خلفوك. خلاص مفيش حد يتشتم، ما تطلعش تجعرني بصوتك العالي وتقول لي امك وابوك وانت مخلوق وانت طالب مني ان انا احترمك. تطلع تقول لي امك وابوك وعايزني تقول لي حوار هادف وحوار بناء. الحوار الهادف ده يتعمل مع الانسان المحترم مش مع استاذ ايهاب. انا شخصيا في برنامجي ما بحبش اي حد يتطول على اي حد. احنا بنحط نقط على حروف، اللي هيحترمنا هنحترمه، اللي هيتطول علينا هنتطول عليه، اللي هيتكلم معانا بالادب هنشيله فوق راسنا، اللي هيقل ادبه علينا هنتعامل معاه بنفس طريقته. للاسف هنا في النادي الاهلي ما بنعرفش نعمل ده، ما بنعرفش نستخدم الاسلوب ده، ما بنعرفش نستخدم النظريه دي، حتى لو انت في نفس الوقت كنت مؤمن بيها وكنت بتقولها، ودلوقتي انت كمان بتلوم الطرف اللي بيتعرض لده، حتى مش عايز تديله حقه ان هو يرد ولا تقول ان ده عيب او ما يصحش. ما ينفعش يا فارس، وما ينفعش الفكره او المنهج اللي كان متبعه ده تسيء. لا طبعا، مش النادي الاهلي، واحنا يعني بنعتز ان احنا نوريكم النموذج ده، لكن ده النموذج ودي المنهجيه عند الاستاذ ايهاب الفولي اللي لسه عنده كتير جدا. نطلع نشوف تاني قال ايه ونرجع تاني. القصه العلاقه المفروض بين الصحفي او ما بين او بين الناقد الرياضي وبين المصدر المفروض علاقه احترام متبادل. يعني انا مثلا خليت ايه لواحد ميكانيكي مشغل عنده مجموعه صبيان، ممكن لو ميكانيكي انا شغال عنده، لو انا مثلا والدي او والدتي ما تعبوش فيا وودوني اشتغلت اي مهنه مثلا مع احترامي لكل المهن، ممكن اتحمل ان انا اهو هو ده الاسلوب او هو ده سلو المهنه، لكن انا شغال شغلانه المفروض ان هي شغلانه راقيه، بتعامل باسلوب المفروض هو اسلوب راقي، مش ذنبي ان انا اطلع اتشتم بالفاظ ما يصحش ان هي تتقال على قنوات فضائيه، ما يصحش ان انا ابقى طرف في معادله كل اطرافها الاساءه والاهانه ليا ولزمايلي ولكل المشاهدين. ما ينفعش النهارده الناس تبقى قاعده في قدام شاشات التلفزيون ويبقوا شايفين الفاظ بتتقال على الهواء مباشره، الفاظ المفروض ما تخشش بيوتنا. انا من خلال برنامج الكابتن شوبير بهيب بالمهندس ابراهيم محلب دوله رئيس الوزراء، بقول لسيادته حضرتك هبيت ومنعت فيلم هيفاء وهبي حلاوة روح من دور العرض بتهمة الإسفاف والابتزال، وكلنا انحنينا وسقفنا للقرار. أنا عايز أقول له أنت يعني فين الدولة من القرارات اللي احنا سمعناها في الفترة اللي فاتت ضد أي ابتزال يخش بيوتنا؟ ما ينفعش القنوات الفضائية تبقى مرتع، ما ينفعش يبقى المحك للأسلوب اللي هو مقدم البرنامج إذا كان رجل مهذب وعلى قدر من الاحترام وعلى قدر من الرقي هو اللي يمنع عني عن أسرتي وعن بيتي وعن أهلي وعن ولادي، هو اللي يمنع عنهم هذه الخروقات. المفروض يبقى في سياق عام الدولة بتحطه، يبقى في رقابة. عشان تعرفوا إن التغيير برغم ثبات المنهجية المتبعة من الطرف اللي كان منتقد، هو قال ما ينفعش أكون طرف في معادلة كلها إساءة ليا،
او لزمايل المشاهدين او لزمايل الصحفيين او لكل المشاهدين، هو قال كده ما ينفعش اكون طرف في المعادله دي. حاليا بقى هو طرف اصيل في المعادله دي، حتى لو بفكره الصمت والضحك بقيت طرف في المعادله، ومش قادر تقول لا ما ينفعش الاساءه دي، لا ما ينفعش ده يدخل بيوتنا، لا ما ينفعش ده يوصل للمشاهدين. ايه اللي وصلك للمرحله دي احمد؟ احنا عشان عندنا المبدا ده، من حيث المبدا فعلا ما تجاوزناش في حق حد بالاسلوب اللي فعلا لفظ زي ده، مشجع اهلاوي بيتفرج عليا او كبير في السن او ما ينفعش يسمع الكلام ده، ده اللي حافظنا عليه لانه مبدا حتى في عز ما احنا بنرد. انما انت اللي كنت بشكل واضح بتتكلم في ده، بتتكلم عن كل بيت مصري وبتتكلم عن دور الدوله، موضوع فعلا مريب. انا اعتقد المشاهد اللي بيتفرج علينا يا احمد حس بهذا اللحظه طبعا، اكيد الشباب اللي زينا يا جماعه اكيد حسوا بهذا. ايه الدافع اللي ممكن يخلي اي حد يتحرك التحرك الغريب ده في حته بعيد خالص عن اللي هو بيقوله؟ اعتقد استاذ اياد نفسه لما يتفرج، انت رحت بعيد قوي، رحت بعيد قوي قوي قوي، بس مش بس فيما يخص نادي الزمالك، ده كمان فيما يخص نادي الاهلي. وهنسمع فيديو مهم جدا، اعتقد هو فاكرنا نسيناه بس احنا ما نسيناهوش، نطلع للفيديو. فاحنا النهارده امام خطاب اعلامي مشوه يهدف الى هدم كيان النادي الاهلي، وانا بقول كيان النادي الاهلي لان كيان النادي الاهلي هو رئيس النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تمام. بص هنا الشطاره، هو شاطر في عدم الفصل بين فكره الكيان، قال الكيان رئيس مجلس إدارة وأعضاء وجمهور، عشان كل يوم مجلس الإدارة ده اللي بيتشتم بيرجع يتزق كلمتين في الآخر يا أسامة ويتقال إيه؟ أنا بحترم، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي أنا بقول إن هو خد البطولات بالمحسوبية والمجاملات، بحترم جمهور الأهلي العظيم اللي هو بقول بيكسب بالحكام وبيكسب بكذا. هو في حد هيدخل عليه الكلام ده؟ بس أنا عايز أقول لكم إن مش هي فكرة مشوهة على الناس، هي حتى من داخل المنظومة شيء كان باين جدا لناس في الوقت ده لسه ما كانوش بقوا جوه المنظومة، فكانوا بيعرفوا الشيء بمفهومه. يا حسين ده انا عايز افاجئك بالفيديو ده، تمام، او افاجئ المشاهدين بالفيديو ده. لما كان الاستاذ ايهاب الفولي بيتكلم عن عنوان مصر، كان شايف مين عنوان مصر؟ نشوف الاستاذ ايهاب. وتيجي تتكلم عن رموز مصر، تتكلم من الاغنيه اتعملت لحسن شحاته والخطيب والهرم وابو الهول. احنا لما نيجي نتكلم على الخطيب احنا بنتكلم على مصر وعلى عنوان من عناوين مصر، الكابتن محمود الخطيب عنوان مصر. انا بس اعقب على الجمله دي فقط لا غير من الكلام اللي قاله استاذ ايهاب الفولي، وهي اصدق ما قيل في كل القصه دي كلها، واصدق ما تم عرضه على لسان الاستاذ ايهاب الفولي. هل مصر غيرت عنوانها يا استاذ ايهاب؟ والله يا احمد احيانا الانسان بيكون بيقول حاجات تحس ان هي قناعاته الفعليه في اللحظه دي، مش بيقولها مجامله، ده هي قناعاته الفعليه، وبيجي في وقت تاني بيقول حاجات بتبقى واثق ان دي مش قناعاته، زي اللي بتتقال دلوقتي وزي اللي هي حاصله في المنهج وفي الجزء اللي هو بينتمي ليه والاختيار الواضح ليه جدا. ولكن عندنا كمان جزء تاني، شهادة الاستاذ ايهاب الفولي، شهادة واضحة وصريحة في رأيه في اللي بيحصل أحداث زي دي وبيسكت عنها، بيشوف الأمور إزاي. نطلع للفيديو ونرجع نعقب. فالنهاردة حتة إن أنا أشوه ده أو أشوه ده دي مرفوضة ومش مقبولة، وأي حد يعملها أنا عن نفسي أنا مش هسكت، هرد على أي حد. ليه؟ ربنا قال كده، ساكت عن الحق شيطان أخرس. ساكت عن الحق شيطان أخرس، حقيقي حقيقي جدا كمان.